السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا بعد انسحاب المنتخب المغربي من كأس الشعب التي سوف تنطلق غدا إن شاء الله على الساعة 5 باحتفال وحضور يعني رسمي لشخصيات كبيرة في كرة القدم، يعني كلاعبين أساطير كرة القدم أو مسؤولين. حنا نتمنوا إن شاء الله بربي هذا الشان يفوت خير على خير، ويكون خير على الجزائر، ويكون خير على شمال إفريقيا. يعني اللي جا اللي ما جاش مرحبا به. حنايا نطلب حاجة برك، يعني هذا التنمر هذه تاع لقجع المغرب منا لازم نلهاو مع روحنا، لازم نلهاو مع روحنا، كون نلهاو مع روحنا نجو ناجحين. غادي إلا قعدنا نحسبوا غير روحنا غادي ننجحوا، بصح إلا قعدنا نحسبوا لروحنا ونحسبوا للمغرب ونحسبوا غادي ما نديروا والو، غادي الحساب يهرب لنا. المغاربة ما جاوش الله يسهل عليهم يا خويا، ما جا صايك على راني نهضر عليه أنا. انت راك في الفيسبوك وعاد يكسر عليهم من وعاد يكسر عليهم من، ومن بعد هما يخرجوا فاني كيزيدوا يا هضروا انتوما تهضروا بعد ما تكذب والو. شكون تقول له انت انتوما كنت تهضروا؟ يقول لك لا انتوما هضرتوا، تهضر معنا يقول لك لا هما هضروا. يا ولي خلونا صايك لهذا، انت عندك دوره عندك عرس، لي عرفته جا ولي ما جاشي يا خويا. انت يا لها مع عرسك، لها مع عرسك، لها ومع عرسكم صايك سيبو صايك. على المغرب من راسها، المغرب قالك احنا ما غاديش نجيو صايك سيبو، قالك احنا عطونا طائر احنا نجيو الطائره تاعنا خاصه ما بغيتوش صايك. وما هضروش معنا حنايا، المغرب هضرت مع لاكاف، هضرت غير مع لاكاف، هضرت مع لاكاف تقبلوا كيفاش قبلوا ما تقبلوش غادي ما نجيو صايك نورمال عادي خويا. الله يسهل على كل واحد. دروك الا قعدنا نحسبوا للمغرب، المغرب راهي وصلت دومي فينال، حنا ضحكنا هما وصلوا دومي انا نضحكوا، هما ما يخدموا حنا نضحكوا، هما عارفين طريقهم حنا فايق لازم نعرفوا طريقنا، هما عرفوا طريقهم قلبوا طريق ليشان وصلوا دومي فينال، حنا ماناش عارفين الطريق، ماناش عارفين الطريق. الا باغي ما يزيدوش الناس يضحكوا عليك يا خويا، ها المنتخب الوطني سقموا المنتخب الوطني، روحوا لعبوا كوب دافريك يا خويا وكلش يكون كلش يكون سهل. وصلوا فينال، رفدوا كوب دافريك فانيك ولا وصلوا دومي فينال ايوا فما قطعوا من الناس ما تضحكش عليكم، خاطر رانا نضحكوا بزاف، رانا نضحكوا بزاف وهذا الضحك ماشي مليح، خاطر ضحكنا وشاهدنا كيفاش صرالنا، ضحكنا وشاهدنا كيفاش صرالنا، ضحكنا على الغاشية ربحناهم يا درنا لهم يا ويخلصوا طاب طاب. الناس راحت كوب ديمون وحنا قعدنا نتفرجوا من التلفزيون واو لله. اما لا الهاو خدموا روحنا، الا باغي تخدم خدم روحك، اصنع روحك، ما تلهاش مع المغرب. المغرب في الرياضه، المغرب في الرياضه في كره القدم هرب عليك خويا، حبه من حبه وكريهه من كريهه. المغرب في الرياضه كره القدم هرب عليك، خاطر كون جيت نعرف السياسه نقول لك باللي هربنا عليهم في السياسه ولا هربوا علينا في السياسه. ما نعرفش السياسه ما نعرفهاش، انا نهضر لك كره قدم خويا، كره قدم والله العظيم ما تكذبهم نعطيها لك رسمي. الا قعدنا بهذا التسيير العشوائي في كره القدم والله ما تكذبهم، والله العظيم ما تكذبهم. راني نقولها لك ونعاودها، تبغوا الحقيقه راني نقول لكم في الحقيقه، راني نواجه انا نواجه باسمي ووجهي، هذه هي نواجه باسمي ووجهي، وهذه الحقيقه اللي الناس داستها. خاطر ما دامنا نضحكوا على المغرب، هما راهم يخدموا حنا نضحكوا، هما ما يخدموا حنا نضحكوا، عرف فانيك على بالك، هما ما يخدموا حنا نضحكوا. من بعد هما كي يكملوا خدمتهم يقابلونا يولوا يضحكوا، وحنا نولوا نخدموا نخدموا بسرعه ونخدموا تحت ضغط نولوا نغلطوا. هذه لازم تديرها في راسك، هذه لازم تديرها في راسك. هما راهم يخدموا في هدوء، حنا رانا نضحكوا عليهم. اراف هما كي يكملوا خدمتهم غادي يقابلوك وانت تقعد تخدم غوش دروات، تضرب غوش دروات غوش دروات غوش دروات غوش دروات غوش دروات. اراف وين تولي لك؟ تولي تخدم وتدير غلطات. لو شيطان خدموا صوالحنا، نخدموا صوالحنا حنا صوالحنا مش انا خدم. انت كي عندك عرس راك لاهي مع المغرب، المغرب فرحوا، المغرب مالك شام يهضروا، خلي الله يسهل عليهم. انت لاهي مع المغرب، انت عندك عرسك، انت عندك عرسك. سياسه خلي الناس مع السياسيين، راهم وراهم هذو قالوا الطياره، قالوا والله ما تدخل طياره طاب طاب صيك الله يسهل. احنا عندنا عرس كره القدم،
عندنا بطولة نظموا بطولة تاعنا وفوتوها شابة مليحة أيا وتربحوا، مش كيما ذاك اللي داير في داير فيديو في الجزائر غانا هو يغني قاسامة وش دخل قاسامة مع غانا الشيطة مسدود مسدود هتلفوا بقاسامة مسدود هتلفوا بقاسامة الشيطانة. حنا وين نعاودو نولو نتكلمو على سبع معلومات مهمة يجب أن تعرفها عن بطولة كأس الشعب، وين تعود الجزائر لاحتضان منافسة كروية كبيرة، وهذه المرة عبر نسخة كأس إفريقيا للاعبين المحليين الشان التي ستقام في فترة ما بين 13 جانفي حتى 4 فيفري الشهر القادم، وننتظر الجماهير الجزائرية بشغف كبير انطلاق هذه المنافسة، ما يجعلنا أمام فرصة مشاهدة حضور جماهيري غافرة في أغلب المباريات هذا العرس القاري والذي يحمل العديد من المعلومات الهامة. ما هي الشان؟ الشان في اختصار باللغة الفرنسية لبطولة إفريقية للاعبين المحليين، وتنحصر المشاركة فيها على اللاعبين الموجودين في الدوريات المحلية فقط، بحيث لا يمكن لأي منتخب اعتماد على اللاعبين حتى المحترفين في الدوريات الإفريقية الأخرى. على سبيل المثل لا يمكن للمنتخب الجزائري أن يستدعي أي لاعب محترف في الدوري التونسي أو المغربي. لماذا الشان 2022 وليس 2023 في مثل ما هو الحال في أغلب المنافسات العالمية والتي لعبت في آخر 3 سنوات؟ تحمل الشان في اسمها عام 2022 كون البطولة كانت مقررة أن تلعب العام الماضي، لكنها تأجلت لمدة عام بسبب يعني لائحة فيروس كورونا. النسخة السابعة يعني نتكلموا النسخة السابعة تم يعني تعد النسخة بطولة الإفريقية للاعبين المحليين المزعم إجراؤها في الجزائر النسخة السابعة للبطولة منذ نشأتها أول مرة عام 2009، تقام كل سنتين كما هي البطولة المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. أكثر تتويج يعني بعد يعني يعد المنتخب الكونغولي الديمقراطي والمغرب يعني أكثر تتويجا بهذه البطولة منذ نشأتها، فالمنتخب الفهود فازوا باللقب العام 2009 ثم عام 2019، وهو إنجاز أعاده المنتخب الأسود الأطلس في آخر نسختين 2018 ثم 2020. المنتخبات المشاركة ستعرف الشان الجزائر مشاركة 18 منتخب، بعد انسحاب المنتخب المغربي أصبح 17 منتخب بعدما كان عدد يقتصر على 16 منتخب، ومن بين المشاركين 5 منتخبات عربية هي الجزائر المضيفة والمغرب الحامل اللقب المنسحب آخر لقبين حال ترخيص رحلة المنتخب المغربي من مطار الرباط صواب مطار القسنطينة، إضافة إلى موريتانيا والسودان ليبيا. أما باقي المنتخبات فتتمثل في أوغندا والساحل العاج والسنغال ومدغشقر، غانا، المالي، أنغولا، الكاميرون، نيجيريا والكونغو. تقسيم المنتخبات يعني تقسيم المنتخبات أجريت القرعة الشان مطلع شهر أكتوبر بالعاصمة الجزائرية، وجرى تقسيم منتخبات 18 للمشاركة إلى 5 مجموعات، 3 منهم تتكون من 4 منتخبات و3 منتخبات هي في أخرى مجموعتين، يعني ضروري غادي تولي 4، 3 يتكونوا من 4 و3 و4 يتكونوا من 3 منتخبات، ويتأهل إلى الدور الأول والثاني مجموعتين، الثالثة والأولى والمكونة من 4 منتخبات، على أن يتأهل المتصدر فقط من المجموعة التي تتكون من 3 منتخبات. هذه هي من الملاحظة. حضور لجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا بالجزائر، ملعب ستكون معنية بالاحتضان مباريات منافسة مثل ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة ببراقي الذي تم بناؤه حديثا، وسيكون معاقل مباراة الخوض، وكذلك ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران بلد الذي تم تدشينه بمنافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، يعني إضافة إلى تهيئة ملعب محمد حملاوي الشهيد محمد حملاوي بقسنطينة و19 ماي بعنابة شرق الجزائر 1956. إن شاء الله بربي كل شيء يكون في صالح المنتخب الوطني الجزائري.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، بلي شي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم صحاب.